فضح أحمد إيلا وهو ضابط تركي سابق خدم بقسم مكافحة الإرهاب لمدة 20 عاماً، فضح الرئيس التركي رجب أردوغان وصفاً إياه بالبغداد الحقيقي والأب الروحي لجميع التنظيمات الإرهابية. إيلا والذي يعيش حالياً في المنفى بواشنطن العاصمة الأمريكية قال إنه اضطر لترك عمله لعدم استطاعته تنفيذ ما يمليه عليه نظام أردوغان من قرارات تخالف القوانين الإنسانية، إذ يدعم نظام أردوغان صراحة التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة. الضابط التركي السابق كشف خلال لقاء تلفزيوني أن حكومة أردوغان كانت تسمح للعناصر الإرهابية بالمرور على مدن تركية دون توقيفهم أو التحقيق معهم، مؤكداً أن 60,000 إرهابي من القاعدة وداعش دخلوا سوريا عبر تركيا. إيلا كشف أيضاً عن الصفقات التي تمت بين داعش وأردوغان قائلاً إن أردوغان حقق مكاسب كبيرة هو وأفراد عائلته من خلال التجارة مع داعش، موضحاً أنهم قاموا بشراء جميع إمداداتهم من تركيا، بالإضافة إلى ما كانت توفره فعلاً المخابرات التركية لداعش الإرهابي، مؤكداً أن عائلة أردوغان حققت مكاسب كبيرة من المال، وذلك من خلال شراء وبيع النفط الذي يشتريه نظام أردوغان من داعش ويبيعه بواسطة ناقلات نفط تابعة له إلى إسرائيل ودول أوروبا وإلى العالم بأسره على أساس أنه نفط تركي. When we talk about the Turkish economy, all those jihadis, particularly ISIS, purchased all the supplies, all their supplies from Turkey. There was an ongoing operation, uninterrupted, between Turkey and Syria, ran by those jihadis, in addition to what MIT was already supplying. The second is oil. Erdogan's son-in-law, based on the leaked emails, his email was hacked. He established a company named Power Trans. And in 2014, this company was awarded a contract by the Turkish government, by Erdogan, to transport oil from Syria to Turkey. So Berat Albayrak's company, Power Trans, purchased ISIS oil. And Erdogan's son. يوماً بعد يوم تتكشف حقيقة أردوغان ونظامه الداعم للجماعات الإرهابية لزعزعة استقرار عدد من الدول لتدميرها ونهب ثرواتها.